اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا، هذه حلقة جديدة من راسين كاري. كل يوم راسين كاري جديدة على EFM من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. مرحبا مرحبا، ان شاء الله تكونوا في فورما كيما الكرونيكر نتاع اليوم المميزين، فمش فيهم حتى طفلة الكرونيكر نتاع اليوم. هذه حاجة احنا بقى منحبوهاش ياسر، لكن بالصدفة جاء التقسيم هكا. على كل مرحبا بكم وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية. هذه راسين كاري جديدة، تسمعونا وتشوفونا ديما على EFM TV، ومرحبا بكم وملاحظاتكم على الباج فيسبوك لاباج EFM. عفوا سامحوني. الله يسامحك عبد ستار والله. يلا رقم واحد عبد ستار عمامو. مساكم بالخير، ان شاء الله ربي يسامحني. اما حبيت نقول البارح كنت اخو البنات، اليوم يظهر لي اخو الاولاد. لا اليوم لي تخوا موسكيتير وانا دارتانيان. معناها ولذا هكا ديما نلقاو حل. معناها بارك الله تخوا موسكيتير، الله يصلح النبي عليهم. يظهر لي تعرف شكون علي انا عندي سكوتير مش سكوتير. انا ما نجي كان سكوتير وحدي. حشاك يا سيدي. سكادرة سكادرة اي بالموتور يعني. سكادرة معناها مش ثلاثة عجالي توك توك. يلا رقم اثنين جدي عرفاوي. مرحبا لما حلوة، ان شاء الله نشوفوا حصة فيها اربعة متاعنا جميلة شحنا وشاكرة. صارت مرة نعوض في مدمخص عندي ثلاثة بنات خدمت انا نعوض سامي ومعايا ثلاثة بنات. والله حلوة حلوة ياسر، ان شاء الله عندي ومسي حلوة ياسر. انا باش نقول ملاحظة مش ملاحظة يعني نداء يعني للناس انها ترجع تلبس اللي بافيت، خاطر قاعد نلاحظ في العباد صحيح في خاصه في الاماكن المكتظه بلديات درجنيه قباضه كذا، رجعوا العباد. لا هو احسن حاجه انك تلقى في الدخل بتاع البلديات والادارات يقول لك من غير دخول بالكمامه، والداخل تلقاهم هما منهم فما شكون مش لابسين. لا تقول منهم حتى من المواطنين، انا نحكي على المواطنين زاد ما همش لابسين. اللي جاي اللي بدا يتنحى من الادارات والارقام اللي هي نشوفوا فيها اليوم في اوروبا هي ارقام عاليه وباش توصل لنا هي عاليه عاليه. على ما قال اليوم الدكتور دخفوس عضو لجنه الكوفيد يقول اللي في اوروبا تويكا هي اللي كانت عندنا. معناها احنا كانت عندنا في جويليه ان شاء الله ربي بعد علينا الوباء. هما وقتها ما كان عندهم حتى ربي يسترنا، ولكن تطبيق البروتوكول والتلقيح والتباعد والتلقيح الناس تمشي تلقح. يلا رقم ثلاثه ناس بن مالك. مرحبا ناس كل، السلام على المستمعين كل، السلام عليكم كل اللي في الاستديو. المساج انا مش لبس البافيت هذاك المساج ديما يلقى. لا المساج اللي ما يلقحش يمشي يلقح. ها المساج حقاني صحيح. على خاطر اليوم اوروبا عباد شكون اللي قاعد تعاود تمر. يا ربي والله منك الله توا سامحني قصت عليك. تفضل باه شنو هو يقول لك ديما التلقيح مع المحافظه على البروتوكول الصحي اللي هو تغسل يديك تتبع تلبس الكمامه وكذلك انك انت تبعد على التسكي المناطق المكتظه عشان ما غير من اللباس هذا يعني تاخذ الحاجات اللي عندنا عام واش نحكيو فيها. شنو تقول انت لميساجي ماهوش البروتوكول هو التلقيح حسوز بعضهم ميساجات مهمه نجم نعاود هو داخل هي جعليك من الكوليس اي هاني باش نكملوها هون كل غلطه باش تغلط سامي في بالي بيه باش يقول لك بالمرصاد في بالي بيه هو بالمرصاد وانا بالمرصاد وانا ما نجمش نأيدك راه كنت تبدا غلط كيما هكا وما نجمش نأيدك الحقيقه بتعرف خل نجاوب سامي بارك الله فيك باهي هكا خل نجاوب برافو شد سي سامي بن نور تفضل سيدي جربنا قلنا للعباد وقلنا لرواحنا وقلنا للتوانسه مدة عام ونص التباعد الصحي والبافيت وما مشيش وقت اللي جد لقينا لا بافيت لا تباعد ولا الموتة والموتة خسرنا في عائلاتنا. أنا قدمنا واحد خسرته في عائلتي بالكوفيد وتواصل الكل خسروا عائلتهم كوفيد. اليوم مش لاحظوا في أوروبا هالمثال لاحظوا وأنه المرض مازال عند العباد اللي ما لقحتش وذوك يمثلوا خطر واللي جيهم الأعراض خطيرة. ألور كل العباد اللي لقحت
حتى كي يمرض بالكورونا تجي خفيف على الاخر. صحيح. دونك الميساج اللي انا معاك برا لقح. اي معاك في هذاك. ولهذا سامي غلط وانت صحيح على يمسك خاطر انت. دونك الميساج هذاك جربناه وما مشاش. ليه؟ الميساج الحقاني. اي راهو التلقيح راهو التلقيح لا يزرعوا به بيوس ولا هم مؤامرة ماسونية ولا هم مؤامرة صهيونية راهو الخلاص في التلقيح. لحظة برك عبستر وجاوبني. خلي يكمل بربي. لحظة برك. الدول اللي فيها نسبة تلقيح عالية مانعة توا اللي فيها نسبة تلقيح منخفضة هي اللي عودت إلى معناتها في أون غوشوت. باهي. أما كان ترجع للتيزر وتشوف وتشوف كيف قلت أنت قلت لا. إيه بلا. أنا تقولش عليه قالوا سامي الكل. ملغى ملغى. أنا مقتنع وأنه هذايا التنبيع. نحكي لك الكلام. أنا مقتنع وأنه مخبط العباد. بربي تباعد وبافات واحد ما هوش في يعطي جدوى كما ما عطاش قبل واللي الحاجة الوحيدة اللي تنجم تنفعنا إيفا برا زرق وما عاش تلبس لي أخوي غازي روح غازي روح هذا الغال يحمي روحه يحمي غالب لو كان كيف في أوروبا نحاوها ما مزالوا ما زرقوش كيف لعندهم عبيت ايش يا غازي ايش ما تروح يا ولدي لحظة لحظة ياسي ما حكيت على الكوفيد سي بان شوف لي يلا يلا تصير في العائلات في أوروبا غازي ما يلا يلا تعرف نسبة التلقيح في بلاد كي النمسا 40% صحيح المستشار بتاع النمسا خرج يلا رقم 4 غازي عايدي صدقني تو حاضر في التسجيل لاعب مش تدخل ديريكت التسجيل لاعب شنو هذا مرحبا يا خويا مرحبا استناني عاد خليني قد روحي ونشرب عرقي ونلقح ونلبس بافاتي ونريقل دنيتي كل يرحم والدي هاي قبل هذا الكل والاسئله وكل شيء سلام على شكون ايناس غاز سلام على حد لا انا ايناس ليه ما سلم عليها بك هاي ايناس في هي فتره فيك رجعنا في راسين كاري ما عادش تتعاركوا ما عادش تكلموا بعضكم زاده لا بصراحه شاد اللي عنده الحق هاي خلينا نتجاوز هذايا ولد في 25 نوفمبر 1929 توفي 10 اوت 2017 ممثل ومسرحي تونسي خدم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية تفرد بطبيعته بطبيعة اللهجة متاعه اللي تجمع ما بين الريفية واللهجة التونسية اللي من العاصمة يعني حسب الظرف اللي يقتضيه الدور وطبيعة الموضوع اللي يطلبه كان من المؤسسين لفترة ناصعة في تاريخ الفن الدرامي التونسي المسرحي على غرار عيسى حراث وسلاح الدين المصدق وغيرهم خذ عديد التكريمات في المهرجانات حصل على الوسام الثقافي من الصنف الثالث جودي. من الرئيس لحبيب بورقيبة من هو؟ بورقيبة مثل عطينا أعماله مثلا جميل جودي لا تعطيك أعماله يظل إيه. والله أنا أحكيك عمل البركة محمد علي كشكو. لا لكن قريب محمد بوح الخلصي لا لا يرحمه الاخر الخلصي ما يخدمش ادوار لا وخدوا وتوفى 2007 2008 فكاهية ولا كوميدية ولا تنجم تقول ما بيناتهم وي فكاهي وي يكون شو اسمه شناب اللي كان قبل شناب رمضان شطة وي ماما فكاهي مش فكاهي ماريشال نسيتوا في الماريشال هاو الماريشال وينو الاكستري واو ياه وذا شو واو اذا كان جاهز الاكستري حتى محل شاهد يهبل كان فيه ترد دي بالك مليح هاي نبداو بهذا هذا شفتو هذا يقولوا له الدال هضايا اللي مدني زوج جنحين راحي الدال راح اللي بعده الذال هاونا زيها بزوج جنحين يقعد يفك عليها من الجنحين اللي بعده الزين الشين معناه اش معناه بحال ما يقولوا للبهيم اش صحي هكا نحب ايوه بعده الكاف شل رجل كاف جاوز يا مكاف رجل كاف هذاك اللي فيه سيد الميزوني موش الكاف البلاد هذا حرف يقولوا له كاف شل سيد الميزوني اي واحدة من يعني أشهر المسرحيات اللي قادت ريفرنس يعني أشهر مسرحيات أي فكاهية وي نجم تقول يعني ما نحبش أنا السوبر لاتيف أشهر أنا ما نحبش السوبر لاتيف نحب نقول من أحسن الأعمال الموجودة معناها فكاهية
في نسق الفودفيل تعتبر من اهم المسرحيات خاصة الاقتباس اللي في الفودفيل. كلام انس قالكم الاشهر مش راي الغفخان تاعها جماعه الفيراج كانوا يستعملوه الواو والهي والهي تستعمل في الفيراج. اعطيني غفخان هو ستار يخرج يحكي على الفيراج معناها تربي في الفيراج بالحق انا ومنهم الفيراجات تاع مهم عارف عليه هذاك نتاع الكوره اللي في الستاد كوره فيها برشا الوان الالوان كلهم بابو على خول كلهم على يستعملوها. اعطيني مسرحيه من المسرحيات التونسيه ولا غير التونسيه اللي استعملوا لي غفخان تاعها في الفيراج. وعلاش اشهر وعلاش اشهر علاش اشهر هذيك اللي اشهر العباد قصت استعملتها ليه حتى المسرح تلفزه عدتها برشا مره لكن اللي تلفزه ما عدتهاش هي بركه راو عديت اسمع البخيل عديتها مئات المرات مئات المرات ترش حكمة ترش حكمة كيف كيف ولا حلوت كل محلوين الغيرة تذهب الشيرة قلع مبر مدرسة تنسى ثلاثية القلع مبر قلع مبر توا توا عديد من عديد من المرات. أما شنو اللي فيها مميز هنا حمدة بنت تيجان الذكاء تاع سي علي في توزيع حمدة بنت تيجان اللي عمره كامل يعمل في الدراما راهو حمد المنتجين يخدم في صناعه الصلاه وش اسمه الاخر كتابه اليوم للشارع وتسال لويس يقول لك اشهر ادواره المارشال ما يعرفوش ده ما يعرفوش التونس في ادوار اخرى سامحوني عمره ما خدم عمره ما خدم الكوميديا في نفس السي ان اس بيصير ذا وقت في نفس النسق هذا وفي نفس الحديث هذا انا عمري ما ريت له حق شيء اخر خلاف المارشال ليه اجا مسرحيه اني عرضني في فيلم ولا في مسلسل ولا حاجه حمد المنتجين بعد هذيك بعد المارشال تقريبا مدة قليلة مش يخدم مسرحية أخرى مثل فيها دور السلطان في ليلة من ألف ليلة وليلة مفتون بي حتى حد المسرح اسمه ذاك محكمة وبعد قديش خدم من دور في محكمة وبعد حمد بتجيني برشا أدوار نعرف مختار حشيشة نتفكروا وعمر خلفة خطأ في المحكمة ليل برا ما هو يوريك ما يوريك ايش صارت في الجريمة عادة هو البول وقور بتاع اللي بنته قتلت فما دور التاجر اللي قتله الواحد اللي يخدم في الشارع في خرافات عبد العزيز العروي سيد عبد العزيز العروي مع جليلة برهان أما صنعة بوك لعيروك لا سي حمد بتجيني يتعارك هي ورجلها نساو أدواره الكوميدي خطر تعرف الجمال ضحك ضحكة شق شيربو عمل دور كوميدي مسرحية هذي هي مسرحية بتاع سي عبد العزيز العروي هو دور الكوميدي اللي انت قلت عليه ينجم يكون هذاك دور عمره هو مدرسة ودور حياة مدرسة وهو مالورزمون نقول أنا مالورزمون أنه هو مبداش بالأدوار هذوكم في الأول خاطر أنت تحكي لي تو على ذوما نتاع مختار حشيشة تفرجنا فيهم جامي أنا ما لحسوش شديته في مخي معناها أدواره كانت عادية الدور هذاك بالذات هو خرج بيه خرج بيه على المألوف يلا لا شادي يزمك على تعمل قفلة خاطر جاو كذا لا لا مسرح يزمك تحكي قفلة نقول لك الاقتباس اللي صار زي على النص يعني العالمي تونست النص يعني النص اللي هو كنا موليير لبورجا جانتيان وكنا عندنا درس في معهد عالي الفن المسرحي اسمه تحليل عروض لبيبة شريف الأستاذة تحياتي لها من العروض لبيبهم الإشارة يفهموا من العروض من الأعمال اللي حللنا تحليل عروض هو عمل المارشال يعتبر أهم ما نحكيش على الأشهر الأشهر بتبيع مشهور أهم عمل ويدرس في الفودفيل في نسق المسرح هذاك وأشهر تعرف عليش أشهر التلفزة ساهمت في الشهر والعباد الجمهور القى روحه غاديك ونعطيك زاد عمل زادة شهر تلفزين غسلت النوات نتذكرهم لعبقانة وانا صغير صح فضل الجزيري أي متاع الفضل الجزيري خطرك اقتحم المسرح التلفزة والجمهور يعني تفاعل معاه عن طريق التلفزة خطر ما قصلوش ومشي يعني اعطينا رؤية أهم المسرح التونسي يلا وي هذا كله على حمدة حمدة التجاني حمدة أكسر طبعا أكيد طبعا سيدة السيخ مختار ما اسمه رمضان شطة الله يرحمه يقول لي الله يرحمه يقول لي روى خدنا ريتا برشا مرات بخلاف العرض التلفزي حكم الدين مع المسرح بتاع قراج بتاع وقتها الله يرحمه خالي ربي فضله فكده حضرتها في برشا عروض كنت نلاحظ وانا صغير ان نبدأ نستنى في الغفخة ما يصيرش ولا يصير وفاة آخر عم حمد بجاني عم في رمضان شرطة قلت في رمضان قال لي ليه رو حتى واحدة ما تعاود شبه الأخرى فما حاجات فما حاجات
نبداو داخلين نتفاهم انا وسي حمد بالتيجي نقول له راه باش نقول لك هكا انت قول لي كذا معناها برو الارتجال خاطر اللي يعاود دو لامبرو ان بو فالي غوفينيغ سي حمد سي مختار رمضان شطه خاطر هو السؤال عليه هو خاطر بالحق زاد هو شخصيه راهو كان عنده كل حضور شخصيات حلوين كان حاجه طريفه حسن وحسين شويه بارك الله برشا اولاد وتعرف الكل اسمه مستمر من نصر ناصر ونصري ونصري حتى حد ما مشى للفن لا حتى حد اما كان متاثر برشا بجمال عبد الناصر متاثر بيه بسيبه أو ولاده كلهم اي ولاده الكلهم سماهم رمضان شطه اي ولاده تقريبا 7 أو 8 ذكور كلهم سماهم مستقبل نصارى نصر ونصر الدين وناصر ناصر ومنصور حاسين كلهم كلهم بالنصر تحيه لهم الكل ربي يفضلهم وتحيه لعائله حمده بالتيجان اللي في الزهره اليوم في الزهره عاشلهم الزهره وي شيء الخاصيه اللي يتميز بها سيبيان تعطينا السؤال اللي بعده شيء الخاصيه اللي يتميز بها ملعب راس ابو عبود استاد 974 اسم جديد في قطر هلا بالخميس الميزه اللي هذا اللي تفرق مشي تهدال دول الاخرى وي يتفرك يكملوا بيه كوب دي مون يفركوه ويهديوا لك الدول اللي ما عندهاش برشا استادات باش يركبوا استاد عندهم وحديث نقياس يعكس الاسم الجديد ساعتين شويه اللي دخل يعكس الاسم الجديد للملعب عدد حاويات الشحن المستخدمه في تشييده يعني 974 كما يعد هذا 974 هيك التصوير على باجي اف ام دونك رمز الاتصال الدولي لقطر يعني تطلب حد في قطر 974 وهو الملعب المونديالي الوحيد من اصل 8 غير مجهز بتقنيه التبريد دونك يستضيف الملعب البالغ سعته 40,000 متفرج اولى المباريات على ارضه خلال بطوله كاس العرب اللي تبدا نهار الثلاثاء المقبل ان شاء الله في قطر كما ستقام عليه 7 مباريات في المونديال حتى دور ال 16 بفينال بعد انتهاء منافسات مونديال 2022 سيستفيد سكان المناطق المحيطه بموقع الملعب من مشروع اجتماعي يطل على الواجهه البحريه اذ من المقرر تطوير الموقع وتحويله لحديقه عامه وسيكون نموذج فريد يلهم مصممي الملاعب اللي باش تستضيف بعد مونديال او غيره من البطولات والفعاليات الرياضيه الكبرى في المستقبل ويقدم الملعب للعالم دليل على امكانيه بناء ملعب مؤقت بتكلفه منخفضه وتصميم متميز في زمن قياسي هذا المساج هو مقدود بالحاويات نتاع الكونتينر معناها اي موجودين في الواحد نتاعو هو عدد حاويات الشحن اللي استخدمت مش هي كهو يعني لكن في الستركتور ان شاء الله ان شاء الله يا ربي معناها يكمل المونديال وتكون الارشيتكتشر مريقله لاباس اي والله قدر حاويات وكذا ما جديده ما مرنا مرينا انا عندي مشكله مع السخانه لا وقتها ما سخانه في نوفمبر مشكله مع السخانه نوفمبر كوب دي مون نوفمبر صار في الحاويات حتى كي تبدا ب 20 ديغري نوفمبر ديسمبر مش وسطها انت مش وسط الحاوي هي حتى الصور نتاعك كنت بتاخذ الحاوي يسكروا عليك شد الحديد السخانه تعرفوا وقتها اول ما بديت الازمه نتاع اول ما بدات الازمه نتاع الكوفيد في تونس معناها وحكايه ما فماش فروشات ما فماش اماكن لك الوقت مرضى الله يرحم لي توسع ويرزق الحي فما دو جون ضيفتهم في برنامج دو جون تونيزيان انجينيور دو جون انجينيور جابوا بروجي بانهم يستعملوا الحاويات هذوما يستعملهم كون سال دو 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 سوان يعني ولو غرف للانعاش وبروجي حلو برشا وما يتكلفش حاجه كبيره وداير جايبين فينانسمون تاعهم معناها جايبين شكون شعاونا من برا بالتجهيزات الشرط الوحيد هو انهم يكونوا بخوكسيميتي من السبيطارات يطلب طلبوا من وزاره الصحه وقتها انه تخصص لهم الفضاءات قريب للسبيطاره حتى يلزموا كمان معناها مش يحطوا في الخلايا المخلية العمليات ولا قراب للسبيطارات يا اخي يبدو ان البروجي نتاعهم اما هو هذا اللي يحكي فيه عبد الستار توا راهو في اوروبا ولات فما ديار تتعمل بالحاويات انا ريت ولاو يعملوها دوزيام حتى في تونس زاد ما ريتش في تونس لا مش حاويات ولكن الحاجات اللي هما حاضرين يعني عندك ارض فابريكي لا مش بني باللوح كلها اي اي لا حاويه انا نحكي حاويه 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 الكبيره والصغيره فوقها وكذا ودار معموله بهم هما بالضبط
اي خير من اللي متعيشين في في البورت نتاع رادس غديت على بعضهم كيف في مسديد اي فوالا بون واحد اذا كان يعمل زاد المجهود باهي راه المجهود انك انت هذا ماشي في العالم كامل لانك من الفضلات تخرج الانرجي من المواد هذيا تستفاد بها وبيان سور حتى في المسرح استعملوها راه انا تفرجت في بيس بتاع باتريس شيرو الكولتيز اسمها كي ويست يعني تفرجت فيها في الانترنت مش اون ديريكت مخدومه السينوغرافي كل في حاوي على اساس كي ويست يعني والموضوع يحكي على هذا الغربي يعني يحكي على الموضوع شنو تتسمى الفتره الممتده ما بين 25 نوفمبر و10 ديسمبر في العالم الانقلاب الشتوي انقلاب الشتوي عبستر شادلي انقلاب غازي انقلاب شتوي نهار 25 نوفمبر هذا 25 نوفمبر 10 ديسمبر هو هو فما ما نعرفش لو به برج من الابراج لا سهل شوي ان توكا احنا كي نحكيو على اكتوبر وعلى اكتوبر الوردي يعني اكتوبر ياخذ لون وردي لمقاومه مرض معين هنا يشبه لكنه ماهوش مرض مقاومه العنف ضد المراه وي لون العالم برتقال يتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراه مع تدشين حمله اتحدوا انهاء للعنف ضد المرأة او اتحدوا لانهاء العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 10 ديسمبر هي مبادرة مدتها 16 يوم من النشاط تختتم في اليوم اللي تحيا فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان 10 ديسمبر وتهدف الحملة ليقودها الامين العام للأمم المتحدة وهيئة الامم المتحدة للمرأة منذ 2008 الى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع انحاء العالم وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي وتعزيز الدعوة لذلك الهدف ولإتاحة الفرصة للمناقشة من التحديات والحلول الأرقام ولكن النسب كذلك مهمة حسب رأيكم قديش من سيف العالم يتسلط عليهم العنف ذايا سواء جسدي أو جنسي أو غيره خلال حياتهم قديش النسبة من نساء العالم؟ ديكلاري هو ديجا اللي موجود ديكلاري ظلي برشا قديش النسبة تقريبا من نساء العالم؟ معنفات 10 15 30 70 قديش؟ 45% فما 30 30 45% أكثر من 50% أكثر من نصف 25% هما أكثر من 30% ثلث نساء العالم تقريبا يتعرضوا للإذاء الجسدي أو الجنسي خلال حياتهم ويكون في معظم الأحيان من طرف العشير الزوج مثلا الزوج من الوسط لا وفي أوقات الأزمات يرتفع عدد النساء أثناء الأزمات الإنسانية الكوارث المناخية كما شفنا في كورونا وأظهر تقرير جديد صدر على الأمم المتحدة للمرأة مستندا إلى بيانات قدمت من 13 دولة منذ بدء الجائحة كوفيد هذه أنه زوز من كل 3 نساء بلغوا على تعرضهم أو امرأة يعرفوها تعرضت لشكل من أشكال العنف هاي قلت لك المبلغ عليه وشهر الرجل المعنف وقتيش هو موجود ولكن مش نفس الأهمية لا موجود قلت لك موجود لكن مش نفس أهمية العنف على المرأة رو وصلنا رو فما قتل الزوج قتل القرين اي فما بالأخص في 99 قتل الزوجة مش يخبيك قلت فك علينا من القتل والبتالي ايه اما هذا كي تجبد الموضوع لازم نحسه وانه فما ظاهرة كبيرة تنامت هي العنف ضد المرأة وتدفيه العنف ضد المرأة بقى في تونس عن القانون متاع 2017 اللي هو باهي برشا وفيه حتى باهي فيه حتى روادع خاطر يتطرق الحاجات ما عيشيش معناها معناتها انت كي تمشي للمركز وتقول لهم راو راجلي ضربني وهاو بقعة الكف مزالت يقولك برا وعايشة اختي ومالو راجلك واحد ولا القانون الجديد يعاقب اي عون من عوامل الوظيفة بما فيهم واحد اذا يرفض انه يحل محضر وهذا مهم جدا معناتها باش نتقدموا وان شاء الله فما معناتها صحيح هو هذا صحيح ولكن كذلك هذا العنف ضد المرأة هو المشكل الكبير اللي هو بيان سور العنف اشكال مادي وجنسي وجسدي وغيره النبات ما نحن ضد اي عنف ما انت فوش لحظه خلينا نكمل ربي النبات يعني تطلع على شجره على النبات تقول لي العنف ضد النبات اي معاك العنف ضد النبات
ولكن المرأة إنسان ساعة قبل كل شيء. هاي تحب نرمي لك الكورة ذي تقعد تقاسي فيها حياتك كاملة ضد النبي. ها لا تلوجنيش ها اسمع اون توكا العنف انواع مادي خوفية وتهدد فيا مادي لا في قناعه انا نحكيك على اشكال العنف بصفه عامه ودي نحكي العنف ضد المراه هي حكينا فيه ضد العنف ضد المراه مازال نحكيو فيه العنف مادي وجسدي وجنسي وكل يوم ونفسي لازمك ونفسي ولازمك تحكي فيه كل يوم ويا ربي في هذا ويا ربيش مش لازم يخلط نخلط ولا الضرب يكفي اربع رجال توا هنا واحد يكفي يكفي انك تقول لها مثلا المرأة بنتك ولا اختك ولا زوجتك ولا هي تقول لها لو كان مش انا راك خاطر هي ما تخدمش هو يخدم لو كان مش انا راك ميتة بالشر ولا راك تحت الحيط ولا حاجة كده هذا نسمع فيه نسمع اي 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 موجود هذا ديجا هذا نفسي اي هذا عرف نفسي لفظي لفظي وهو عرف نفسي وهو مخطر مخطر برشا هذا في الشيرتين رفما اللي قالوا هابستار طبعا ساعتها قفما مرأة هي اللي لبس عليها الرجل تقوله كمش الأغلبية العكس اي عرف نفسي كيف شوف العنف كيف كيف اما حبيت نقول باللي انا خايف المذهبيه الطويله اذا كان سي سي نتاع السيد نتاع البارح خونا نتاع البارح اللي قال لنا انتم تهيجوا علينا في التمرد المراه بلي حيلوا على السيد نتاع الامم المتحده قالوا احنا خاطرين العام نتاع الامم المتحده استوقفني انستاتيو لصديقه هي دره مشات كتبت اللي على هامش اليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المراه نحب نعرف حاجه تو كي مراه تعيش تحت الصبات تلبس على كيف رجلها اللي مخذته وتاكل على كيفه وتتكلم على لسانه وما تسوح بكين الناس اللي هو يرضى عليهم وما تعين إبرة في خيط كان ما تستشيره ولا تخرج ولا تدخل كان بإذنه ما جيهش نهار وتفد ما تحلمش تكسر القيود وتجرب تقول لا ما تثورش كي ترى عمرها تعدى صلاتها وما عملت حتى شيء تفتخر به وتجم تحكي لأولادها وأحفادها باش تباهوا بيها وما تتمناش نهار تحس بذاتها وبوجودها كي تقعد مع روحها تبدا متفرهدة كونها مسؤولة من شخص آخر ما يحسسهاش بأنها دونه يعني بالدونية إنها ما تتحكمش مصيرها وبرشة تفاصيل أخرين باش توري أنه شو معناها الفرق هذا اللي تولد أحياناً ما بين البنية والوليد اللي هو لازم تحدد سوريته وأخوها ولازم هي تحط الطاولة ولازم هي تعمل كل شيء وذاك يولد عقد معين هوني سامي فما جانب مهم وأنه زاد المرأة تتحمل مسؤولية هوني ما مش ديما الراجل أنا كنحكي مع نحكي مع امرأة عطوا نهارين تالي في قضية تليق مع قالت لي راجلي ده خرجني من خدمة قلت لها شو عمل لك قالت لي ليه هو خلي يخرج خرجت لا سامحني قلت لها راك أنت خرجت إرادتك حتى كان هو قال لك فما حاجة في الدنيا يفو اسمها تخفي في بقعتها تخفف شوية ما هو لازم زادة مش كل شيء نحمله تتحمل مسؤوليتها ما كنت يعني حاجة صعيبة اختيارها صحيح فما ضغط كنت نجم تقول لا حاجتين يقعد معاك كلفك غالي ياسر يا ما تقاش روحك تطلق من بعد قدام العام وانت لا خدمة لا قدمة على خاطر خرجت من خدمتك بناء على رغبته في نهار من نهارات هوني زادة يلزم حتى ما يقول لك ينجم يبقى بطل قرايتك ولا بطل خدمتك راهو تتحمل مسؤولية نهار آخر ورد بالك وي تحب تقول حاجة على الياسمين ولا الفل كي تعرض العنف مرحبا بك ليه نحكي على أشكال العنف أنا ننبذ العنف بسيف بأشكال هذا ما نشكش فيه حتى العنف الملاعب أي ما نشكش فيه العنف العنف كله عنف رأي بالحق ليه عنا وعي أنه العنف جسدي فقط. لا 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 ما هو جسدي كهو وما بين امرأة وراجل ولا راجل وراجل فما أخطر أخطر مثلا أنت زاد عنف على البيئة مثلا تتعدى مش موضوعنا يا شيخ إيه نعرف مش موضوع لما نجم نتفرع على البيئة أنا نتفرع أنا ما يهمنيش اليوم خاص بالمرأة أنا ريت النيل يشق أفريقيا ومصر خليه فما جداول تتعدى أنا مشيت للجدول اللي حكينا فيه الموضوع جدول لا ماء فيه لا شجرة فيه تخرج تلقى شجرة نحات ولا نخلة على خاطر أنا سؤالي ليك علاش ما تحبش تحكي في الموضوع هذا وتمشي للنبات هذا سؤالي خاطر اللي فيجيتاريان ما اللي متزوج شجرة ولا ياسمينة ولا فلة ولا اي ملا اي ملا رد بالك على روحك والله بيتي بتصالة الليلة اي رد بالك تعطيك برشا اي ملا برع يظلم سبعتك تعلق شجرات وانتي ما غالط خاطرك انتي تعتبر المرأة اكل 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 نبتة البنينة الياسمينة طيفة طيفة انا شاعري انا رومانسية هتوا كي تبعثوا تبعثوا لنا يعنق ظلفة هندي طا يعرف ربي كيفاش هذا رجل قانون هذا يحكي لك مادي بحث فهمتني كارتيزيان أموره
هذا يلعب بمنوعات والدنيا تعرف يحقق معاك وانت وانت شنو انت شنو انا انا رومانسي انا انا في الطبيعه انا مراش اللي انت شكل من اشكال الرومانسيه ده سامحني مع كل احترامي انا شوف بدني تشلق بالرومانسيه بعام 72 الدكتور ديفيد روزنهان الطبيب النفسي في جامعة ستانفورد عمل تجربة أثارت جدل وقلق كبير في أوساط الطب النفسي. الهدف متاع التجربة هذه هي قياس فعالية الطب النفسي في علاج الأمراض. معناها جي قال أسكو الطب النفسي بالحق يداوي الأمراض؟ لأنه عادة الناس تقول يده توجع فيه يمشي للطبيب، ساقه توجع فيه تكسرت يمشي للطبيب العظام. يعني بالنسبة ليهم الناس حتى بتاتر لسن معينة ولا وقت معين يعتبروا أنه الطب النفسي ماهوش مرض. معناه دونك سألوا روحوا سؤال هذا، عمل تجربة، حسب رأيكم شنو التجربة ذي؟ معناه مانيش نطلب التجربة بحدا فيها، ولكن هو كطبيب نفسي عمل تجربة، شنو تنجم تكون يعني باش يقيس فعالية العلاج ليبنوز، فعالية الطب النفسي ليبنوز لا غازي مراش تخويف التخويف مرة ذي معروفة تجربة ما نعرفش بالحق ولا ليه تاع لي ستوديون لا تاع ابو بكر الرازي الطبيب المعروف اللي جماعه ما يمشيوش قال ما يمشي نداوي مش نحرقهم ما يقولوا سازهم للحمام خو واحد وسخون قالوا ما يمشي تكون اكثر واحد تاعب فيهم قال ان قالوا ايش نداوي انت مش نحرقوك قالوا لا لا في السخون يجري قبل يجري يقولوا انها عملها منسوبه للرازي الخوف الخوف الاجابه للدكتور هذا ومجموعه من الزملاء مشاو لمساحات نفسيه وكذبوا قالوا عندهم هلوسة حب يشوفوا هل ترى الطب يفتنوا بها منهم يكذبوا هل هم مرضى ولا لا ولا ما ينشحوش أنهم يفرقوا ما بين المريض ولا دونك انتيجة أنه الطب عملوا تشخيص تحيلوا مع فالكونت مع وصفة المريض بلا الطب عملوا نفس التشخيص قالوا أنه الدكتور اللي مشيلهم روزان وزملائه عندهم سكيزوفرينيا واعطاهم دويات يشربوها بالطبيعة ما شربوهاش بعد ايامات الطب اللي انتحلوا وصفة المريض طلبوا منهم يخرجوا من المستشفى بانهم تحسنوا لكن المستشفى رفضت وقالت انهم نزلوا مرضى وبعد شهرين خرجوا من المستشفى هذه تصويرة الدكتور روزنهان على باج فيسبوك لباج يظلي سيئ مرض بالمجدد بعد شهرين خرجوا من المستشفى التجربة دي تعاودت في 12 مستشفى عام وخاص في ولايات أمريكية 5 ولايات والكل ما فرقوش أنا عاودوها الحكي ما بين المرضى الحقيقيين والمزيفين الدكتور روزنهان في لقاء مع البي بي سي قال أنه كان متخيل أنه نجم يخرج من المصحة وقت ما يحب وما كانش يتوقع أنه بشي يخليوه ويجبروه يقعد شهر وشهرين التجربة هذه انشرها في المجلة الأمريكية ساينس بعنوان Being sane in insane places أن تكون عاقلا في مكان مجنون واستدل من التجربة ذي أنه الطب النفسي الحديث ما يملكش وسائل وأدلة قوية يقدر على أساسها يشخص المرض بعد إصدار المقال في مجلة ساينس واحدة من المستشفيات اللي مشالها الدكتور خذت في خاطرها وتحديته يعاود يبعث لها مرضى مزيفين قبل التحدي قال أنا بعث لك ناس لبس عليهم خلال أيامات الجاية وطلعوهم كنت نجموا بعد فترة المستشفى بعثت للدكتور 41 شخص قالوا له هما المرضى المزيفين متاعك هذا هما والدكتور روزنهان جاوب المستشفى انه اصلا ابعث على اساس ايوه الحكايه في نفس الكونتكست هذا شويه لخبطه علينا البسيكولوج علاش هذه حاجه علميه واش احنا جبناها لا نجم يتغش ميسيل شو وسعوا بالهم يتغش مش مشكلة يعني من سامي يتغش مش دخلني يعني. رجع لك في النباتي لا رجع لك لا ذيك تيجيوك تنقول لكم شنو هو العنوان بتاع الفيديو اللي يخرج شادي على مناهضة العنف ضد النبات هو سهل في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الشادلي العرفاوي يدافع عن النبات لا يدافع على وسايب وياسر سايب واحد توصل للأمم المتحدة الحكاية أنا سمعت جرين بيس يجيو معايا جرين بيس كلهم يجيو معايا أمي أمي العالم المتحدة هابط لك إذن تونيزيا شادلي أكتر وينهم شوف عادي الله بعد بعد شي يصير أمبرقو يعملونا والأسطول السيد ما زلنا مكملين بعد شوية مع هذه طرائف فيما تخص العلاج النفسي ولكن قبل كل شيء أنفترا فيك مع إيناس رجعنا في راسين كاري
يا سور كي تبداو تسوقوا ما تسوقوش معناها تتجاوزوا السرعه القانونيه. قانونيه. لازم يشدكم بالرادار والرادار انواع يشد. وهذاك علاش ما عادش مشيو كرهبنا لحتى بقعه. يجي كهرباء تهزنا. عبد الستار ما عندوش كهرباء. عنده. لا عنده ما يسوقش. اعطيني ما نسوقش. فوالا هاي. تفضل تحب حاجه؟ تحب حاجه شد لي؟ لا والرادار يعني انواع واشكال انواع واشكال فما عنف الرادار يزمك يسمك كده ارمي لك كوره اما بامبي وماركي ولا لا خدتني على غفله خرجوا الكوره للتوش عند انس يلا تفاعل كبير الحقيقه تفاعل كبير مع شادلي مع شادلي العرفاوي قول يا انس قول ايه تقول عربيه عربيه الكيف قتلك قتلك يا شادلي يعطيك دوده ايه معناتها مقبوله شكون الحب هذيك هو فما خوله قالت لك يا اخي شادي يضرب في مرته قلت لها ليه ما يعملش ما يعملش شادي ما يعملش احنا ما نقبلوش معانا اصلا صلي على النبي يا امنا شريف قالت لك العنف ضد النباتات هو ما عادش نجم بالضحك ضد النباتات تفاعل حمزه قال لك وين حمزه هذايا حمزه مهدبي قال لك ما تنساش انا انا راني ناكل في الترايح ومانيش نشكي بالحق ماناش منعاونوك حمزه يعني عندنا جمعيات وعندنا محامي وعندنا برشا حاجات ماناش منعاونوك بيان سور لكن اون باتيو يعني بالحق موجود موجود انا صاحبي عمل كور ميتراج يعيش في امريكا دين عمل كور ميتراج على الرجال المعنفين وعندهم بلايس يمشيوا يهربون يهربون انت تنجم تكون معنف بالحق انا امنيتي تكون معنف بيرسوناج نتاع كبيرسوناج بيان سور باتو سوميز سوميز بيرسوناج بيرسوناج في السينما سمير عمر والله والله امي يا الله تصور الجثه هذه خاب موجود موجود تحكي في الفيكسيون في الفيكسيون في حتى في الدنيا جوف اكبر منك ويخاف من مرته موجود نكمل مع المرض النفسي سامحني سامي في المثل القديم يقول لك اذا كان ريت القصير يجري عارف عارف راه طويل كيفاش كانت اول انواع المعالجات الامراض النفسيه حسب رايكم في العصر البدائي عبد الستار بالضرب ليه هما كانوا يعتبروها مس من الجن مس من الجن يعمل لها بخور ويعمل لها واحد حسب رايك كيفاش كانوا يخموا على المرض النفسي كما قلنا توا الجنون جنون مع العلم انه قبل كانت الناس تستخايل انه المرض النفسي هو نتيجه عدوى ولا حاجه في سوائل الجسم ها دونك الاجابه هي فرغوا السوائل نتاعو سانيومون اكزاكتومون يعملوا فتحه في الجسم ويخرجوا شويه دم باش يصير حسب يعتقدوا هما توازن في البدن الدم الفاسد والدم الفاسد ذكرها هذيك به شنية لا لوبوتومي او الجراحة الفصية وفيش كانت الداوي فصية اي لا لوبوتومي علاش هكا يدرة اليوم. علاش يدرة شعملنا لك هذه عمينها هي خطر يحيى نعرف ناس مليح هي عملية على المخ يحطوا مسمار كبير هذي شفناها في مرض العين ذاك فوالا ما بين عينين المريض وزارة التصوير غازي غازي ويضربوه بمطرقة وبعد يحركوا المسمار على الجهة يمشي بعده ما بين الجهة اليمنى واليسرى للمخ يمرهونا في انه شعره يتمس وكانت العملية هذي كان فما انسان دونك راجع لعلاج مرض السرع في فترة الثلاثينات والاربعينات اخترعها الدكتور انطونيو ايجاس 35 خذ عليها نوبل للطب 49 خذ عليها نوبل المسمار هذا ما نحاولوش من بعد شكون اللي كان العالم اللي يعشق الكوكايين وعمل دراسة على دوره في علاج الامراض النفسية والعضوية وسماها اباوت كوكا وعلى اثر الدراسة متاعه برشا شركات متاع ادوية استخلص الدويات من الكوكايين 1881 فرويد هو سيجموند فرويد يلمع بالكوكا شكرا شكرا درة على السؤال نجم متعديات زي ماني متسين توا سيء فرويد فما مستقبل جو سون دو ليغوني في ملاحظتك عنيف اي شويه ريت شويه البارح بديت فيها بزيدك العنف انا فرحت فيه تولد 7 أفريل 1945 متحصل على شهادة الطب والجراحة كان التمثيل هوايته حتى احترفوا ولقب بمعشوق الدراما يحيى الفخراني يحيى الفخراني
من اعماله ليالي الحلميه. الله على النحو. الله. ومنين يجيب الكلام يا من لحن عبقري. ليه يا زمن ما سبتناش ابريا واخدنا ليه في طريق ما منهوش رجوع. اقسى همومنا يفجر السخريه تيرارا واقسى نسيت الكلام اصفى ضحكه تتوه في بحر الدموع. الله الله. ليالي الحلمية الليل وآخره شيخ العرب الخواجة عبد القادر وغيره من الأعمال. حب في الزنزانة الكيف خرج ولم يعد مسرحياته البهلوان واحد في المليون ليلة من ألف ليلة. اشتهر بالمسلسلات الإذاعية والأداء الصوتي في الأفلام الكرتونية كما قصص الإنسان في القرآن وقصص الحيوان في القرآن ويذول قصص الأنبياء زادا. عنا نكسر صغير هو القوة نتاعه أنه كان التوى يحفظ نصه ثم ما يمشيش به يعاود يحكي السيناريو يخدموا منه أسمانية. هو أنا اللي يعجبني يعني أولا أنا نحب برشا معنا النون كونفورميست هذوما اللي يكون في الطب ويمشي يكون ممثل. ثانيا الأداء متاعه في الأدوار الدرامية عمل برشا حاجات مزيانة كما الحلمية وغيره والفكاهي كيف يعني حمادة عزه مثلا فكاهي 100% لكن الفكاهة ماهيش سوداء ولكنها تحس انه حاضر اذا كانوا في دراما يمشي معاك ويرجع للفكاهة ويعاود يرجع فريمون سي ان غران كوميديان. تفكروا مسلسل صيام هذاك اللي قبل ليالي الحلمية هو اول ما عرفناه اول مرة احنا التوانسة صيام في رايناه في معنا جماعة التلفزة معنا ريناه في مسلسل صيام لانه واثر برشا لانه داخل في كل يوم ويومه معنا فريمون حلو برشا. الميتيو والاخبار واخبار الرياضة ما تبعدوش نرجع لكم في ساعتنا الثانية.